الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، نسأل الله تعالى في بداية هذه الحلقة أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في هذه الحلقة من برنامجكم أنوار رمضانية، سوف نحاول أن نسلط الضوء فيها على السلف الصالح وصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملهم مع هذا الشهر الكريم. نستضيف لكم كالعادة شيخنا الكريم الشيخ سليم محمدي رفقة شيخنا الكريم حمزة بن يحيى حتى يحدثونا عن هذا الموضوع بإسهاب إن شاء الله. في البداية شيخ سليم، حتى نعرف موضوع هذه الحلقة، من هم السلف وكيف كان تعاملهم مع شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وتتنزل البركات وتستمطر الخيرات وتفرج الكروبات وتحقق الغايات وترفع عند الله المنازل والدرجات وتنال عنده المكرمات في الجنات. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جوابا على سؤالك من هم السلف، السلف لغة نقول ما ذكر السلف إلا ذكر معهم الخلف، فالسلف والخلف كقولك قبل وبعد، قبل شيء وبعد شيء. فأنا يمكن أن يكون سلفي الذي كان قبلي بسنة أو بمرحلة أو بقرن، هذا في المعنى. يعني من يأتي أولا يكون سلف، ومن يأتي بعده يكون خلف، وهناك أخلاف وهناك أسلاف، والإنسان أولاده وأحفاده خلف له وهو سلف لهم، هذا في المعنى الطبيعي المستعمل. أما بالمعنى الشرعي فالسلف يطلق الآن على مجموع القرون الثلاثة الأولى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما بعدهم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل هذه القرون والأجيال الثلاثة بدعائه صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فكان هؤلاء هم السلف. ما يأتي بعدهم هم الخلف، ما يأتي بعد القرون الثلاثة الأولى هم الخلف، هذا في المعنى الشرعي. لكن يمكن أن لكل جيل، سواء في القرن الثاني ولا العاشر ولا اللي هو، ما كان قبله سلف لهم وما يأتي بعدهم هو خلف لهم، هذا في المعنى يعني في سياق الكلام عن السلف. نعم، والخلف. كيف استعد هؤلاء السلف لرمضان شيخنا الكريم؟ نعم، في رمضان السلف الصالح كما قرأنا عنهم، كما تغذينا على فتات موائدهم التي خلفوها هؤلاء الشموس التي أضاءت دنيا الناس ظهرا من الزمان ثم ارتحلوا، هؤلاء الأقمار والنجوم الذين ورثوا العلم أمتي، كم منك تحلو ذكريات عن رجال خلفوا العلم وماتوا، فبكى النيل عليهم والفرات والجبال والنجوم النيرات. كيف كانت علاقتهم برمضان؟ ما رمضان هو مركز العام، هو محور المشوار والمسيرة، كانوا ستة أشهر تتعلق آمالهم أشواقهم برمضان، هل يصل؟ هل يبقيهم الله عز وجل؟ هل يلبي دعاءهم ويستجيب طلبهم فيبقيهم إلى رمضان؟ فإذا أبقاهم رمضان وعاشوا حياضة وعاشوا رياضة، بعد ذلك يدعون الله عز وجل أن يعيشهم أو أن يتغذوا من تلك الثمار التي قطفوها، فكانوا: اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كان رمضان هو المحور. نعم. الذي يمثل هذه المسيرة، وبالتالي كانوا يقولون:
لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. يعني إذا كنت فاطر وأنت ماكش صايم عادي، ممكن الإنسان يزعف، ممكن كذا، صح، كيكون صايم ما ينبغي أن يستوي هذا اليوم. مش معناته هذا حلال وهذا حرام، لكن أخلاق الصيام أخلاق زائدة، أخلاق إضافية، أخلاق تلمع وتشرق وتبرق من الإنسان. وكانوا يقولون مما توارثوه ومما ورثوه، قالوا أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون الصيام عن الأكل والشرب، وإنما يرون الصيام عن النميمة والغيبة والغضب وما إلى ذلك. ما هذا الذي ينبغي أن يضبط سلوكاتنا. ما أجمل هذه العبارة التي قلتها شيخ سليم، قد أدركنا السلف وما ضبطوا أنفسهم أو أجسادهم عن الأكل والشرب، وإنما ضبطوا أرواحهم وأنفسهم عن المعصية وعن مساوئ الأخلاق. شيخ حمزة، حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله كيف كان مع رمضان؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يكون النبي عليه السلام، أجود ما يكون في رمضان. فالنبي عليه السلام كان جوادا كريما مضيافا في شهر رمضان، فكان يطعم الطعام ويصل الأرحام ويصلي بالناس ويصلي بالليل والناس نيام. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وحبيبنا، كان يصوم رمضان وهو صائم ويكثر من تلاوة القرآن، كما أن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو القرآن الكريم مربوط بين شهر رمضان، يعني عنده صلة مع رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التلاوة، كان كثير تلاوة القرآن في شهر رمضان، وكان يتعاهد جبريل عليه السلام في القرآن في شهر رمضان، وكان النبي عليه السلام يتسحر مع ويتسحر أيضا، وكان يفطر مع زوجاته في الفطور، وكان أيضا يداعب حتى في يوم بعد الإفطار، يداعب زوجته ويضحك معهم ويساعد حتى زوجاته. النبي عليه السلام كما كان: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم 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 لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي عليه السلام أيضا يساعد زوجاته في شهر رمضان. فالنبي عليه السلام يعني عندما نتكلم عن النبي عليه السلام في شهر رمضان أو عن أخلاقه، فكان خلقه القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. فشهر رمضان النبي عليه السلام كان جوادا كريما مضيافا، كان خلقه القرآن. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خلق القرآن، وأن نتحلى بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه السلام أيضا كان يصلي بالناس في شهر رمضان صلاة التراويح، صلى بالناس 3 ليالي ثم انقطع، حتى أنه باش الناس ما يظنوش باللي أنها فريضة، باش ما يفرضهاش ربي سبحانه لطفا ورحمة بالمسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جوابها: كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، القرآن يلين القلوب، وبذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلاوة قرآنية يتلوها على مسامعنا القارئ عبد العزيز سحيم حتى تطمئن قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. تلاوة ماتعة استمعنا إليها بصوت القارئ عبد العزيز سحيم. نعود إلى موضوعنا أيها المشاهدون الكرام، وموضوعنا اليوم هو السلف والصحابة ورمضان.
شيخ سليم، نريد أن نعرف كيف كان السلف مع القيام ومع قراءة القرآن الكريم. نعم، السلف سيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر لنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها، سألها: يا أماه، أي شيء رأيته أعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي شيء عجيب من رسول الله؟ قالت: ويحك، وأي شأنه لم يكن عجبا، ولكني أذكر لك شيئا. دخل علي ليلة، أي في القيام، دخل علي ليلة حتى كان معي في هذا في الفراش وفي لحاف واحد، ثم نظر إلي وقال: يا ابنة الصديق، ذريني أقوم أتعبد لربي. فقامت قالت: يا رسول الله، والله إني لا أحب قربك والأنس بك، ولكني أوثر هواك. قام إلى قربة معلقة في جدار البيت، توضأ منها وضوءا خفيفا، ثم قام إلى الصلاة. قالت: فكبر وتلا، ثم بكى، ثم ركع وأطال الركوع، ثم سجد. قالت: ما زال على هذا الحال حتى آذنه بلال بالصلاة. والمعنى يا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان طاقاته المكدودة في عمل النهار متى يستجمها ويسترجعها؟ في الليل حيث الراحة. فما الذي يجعل الإنسان مع عمله بالنهار أيضا يقوم الليل؟ لأمرين اثنين: إما لوجود سعادة غامرة لا يشعر معها هذا التعب، وهو صلى الله عليه وسلم تتفطر قدماه ولا يشعر بذلك، وإما أن هناك بعد آخر، أن المتسابقين، أن المتنافسين ذهبوا شأوا بعيدا، متى ندركهم؟ إذا كان الاقتصار على الفرائض وعلى أعمال النهار متى ندركهم؟ هذا أمر. في عند أبي بكر وعمر رضي الله عنه كان إذا قام الليل قام بتلاوة خاشعة، ولكن بصوت يهمس به، صوت خافت. وأما عمر رضي الله عنه فكان يجهر بصلاته. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أما أنا فقد أسمعت من أناجي، لماذا أرفع صوتي؟ ولكن عمر قال: أريد أن أطرد الشيطان وأسمع الوسنان أو أوقظ النومان. وكذلك المغيرة بن حبيب قال: اشتهيت أن أعرف كيف يقوم الليل، هؤلاء المتذوقون، هؤلاء المجاهدون أنفسهم كيف يتذوقون الليل؟ قال: واخترت بعد ذلك مالك بن دينار، واختبأت له في مكان أراه ولا يراني ليالي عدة. فقال: كان إذا جاءت العشاء الآخرة قام فتوضأ ثم قام إلى الصلاة. قال: أما بعض الليالي فيدرج القرآن درجا، أي يذهب به فيه كالريح، يقرأ الأجزاء والصور والأحزاب. وأما بعض الليالي فيقرأ الآية الواحدة يكررها ويعيدها، كأن هناك أسرار، كأن هناك معاني، كأن هناك غذاء ترتوي معه النفوس والقلوب والأرواح، فهو يكررها في كل مرة، يعني يظهر له لون بديع ومعنى جديد. ويقول: هذه ليلة الركوع، هذه ليلة السجود، فيطيل السجود. قال: وكان إذا أتم الصلاة قبل الفجر بقي وأراد أن يناجي الله عز وجل، فخنقته العبرة وسالت منه الدمعة، وقبض بلحيته: يا رب، قد علمت أزلا ساكني النار من ساكني الجنة، أي الدارين دار مالك؟ ويبقى على هذا حتى تطلع الشمس بعد أن يصلي. هؤلاء كانوا مع قيام الليل، والنماذج والأمثلة فوق الحصر في هذا المجال. ولكننا إذا اقتصرنا على هذه المعاني عرفنا كيف هي السبل أو الطرق التي ما تعرف أنت كيف تقوم الليل إذا لم تعرف ما هو الهدف من قيام الليل. ما هي الثمرة إذا نضجت وصلحت تريد أن تقطفها؟ حينئذ تعرف السبيل والخطوات إليها. قيام الليل مدرسة، يا ليل إن قيامك مدرسة، فيها القرآن يدرسني نهجا بالجنة يجلسني. معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني. ولذلك كان يعني من الشواهد أكثر من ذلك، كان بودي أن أذكر شعرا لأحد الذين كانوا يقومون بالليل ويقول: والله ما دعوت الله عز وجل بهذا الدعاء إلا حقق الله منايا، وأحال عسري يسرا، وشدتي رخاء، وكربي فرجا. هكذا كان يقول، ويقول أبيات من الشعر ويبثها إلى الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخ حمزة، نود أن تسمعنا أمثلة من قيام السلف ومن تعاملهم مع القرآن الكريم.
أحوال السلف في رمضان بل بالعبادات كاملة، أحوالهم عجيبة جدا. فالله عز وجل مدح السلف ومدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مدحهم الله عز وجل لما فيهم من صفات واجتهادات في العبادة. فأحوال السلف عجيبة جدا. فالإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام الحديث، إمام المدينة، كان عندما يدخل رمضان ينقطع عن الدروس، فلا يدرس الحديث ولا الفقه ولا أي شيء في رمضان. ماذا؟ يفتح المصحف، يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه يعلم ويعرف ويستشعر أن رمضان هو شهر تلاوة القرآن الكريم. وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور عجيبة. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله أيضا كان يختم القرآن الكريم في رمضان 60 ختمة. كيفاش واحد سبحان الله يعني واحد يختم القرآن الكريم 60 ختمة؟ أعطانهم ربي سبحانه البركة في الوقت، هذا هو المقصد، البركة في الوقت. يعني كان يوميا يقرأ تقريبا ختمة واحدة، والله قريب خمس تقريبا هكذاك. نعم نعم. فالإمام الشافعي وأيضا الإمام الصحابي الجليل عثمان بن عفان كان يختم في الركعة في الوتر، يختم فيه القرآن الكريم. فأحوالهم عجيبة جدا. وأيضا أنه في الصدقات أيضا، صحابي جليل عندما يكون جالس كان جالسا مع أهله، فإذا بالباب يطرق عليه الباب، يذهب فيلقى مسكين فقير ما عندوش وش يأكل، فذهب وجاب يعني حق تاعو تاع الطعام يعني، ومن بعد كي ولا ألقى أن الأهل تاعو خلصوا الطعام. فهذه أحوالهم. نعم. مع القرآن وأحوالهم مع رمضان. فأين هي أحوالنا؟ نحن الآن أصبحنا يا إخواني نبقى مع الهاتف، مع مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة جدا. فلا بد الإنسان أنه يجتهد ويحرص على الوقت وتلاوة القرآن في شهر رمضان الكريم. شكرا شيخ حمزة. طبعا أحوال السلف وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى النبي صلى الله عليه وسلم مع رمضان ومع القيام والقرآن الكريم أحوالهم عجيبة، والنماذج ربما لا يسع وقت هذه الحلقة من أجل أن نذكرها أو نذكر بعضا منها، ولكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هاته الأمة الكريمة كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، وكأنهم امتثلوا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو يحث على قيام الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فامتثلوا هاته الآية فارتسمت أخلاقا ومعاملات في حياتهم اليومية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يغترفون من مدرسة السلف ومن مدرسة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. أيها المشاهدون الكرام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام.